السلام عليكم، مرحبا بكم في لاشين مول باك. مهم هاد المرة جبت لكم واحد البي دي اف اللي هاد المرة عاوتاني زوين كالعادة، متعلق بالفيزياء كما تشوفوا معنا. ها هو كما تشوفوا الواجهة، الديزاين ديالو تعطينا فكرة حول ما غادي يجي مستقبلا. كما تشوفوا دروس، أنشطة، تطبيقات بخصوص الكيمياء والميكانيك، يعني الكيمياء الجزء الثاني، يعني الدورة الثانية تتعلقنا بمسلك العلوم الفيزيائية والعلوم حياة الأرض والعلوم الرياضية. طبعا من إنجاز الأستاذ المعجزة، تنعتبره أنا معجزة، ياسين طراز، ثورة ما كانش اللي يقدر يواجه في هذا الدومين. هذا كما تشوف راه خرج كتاب اللي قبل راه مشهور، اللي فيه تشيب باك، ديك التمارين اللي يمكن لك تخدم فيهم وكافيين باش تضرب نقطة زوينة. كما تشوفوا الكونتنش، الكيمياء، معيار تطور تلقائي، تحولات تلقائية في الأعمدة، تحسين الطاقة وإلى ذلك. ميكانيك، طبعا الميكانيك كله نجي نشوفوا لمحة لهادشي. كما تشوفوا شو هاد الشي بالالوان، يعني راه شي حاجه زايده. كما تشوفوا الغلاف الزمني، الفئه المستهدفه الثانيه باكج. كما تشوفوا بلا ما نطول عليكم بزاف، ان شاء الله هاد البي دي اف غادي تلقاوه في التحت في الديسكريبسيون كالعاده. ما تنساوش حد اللايك وكومونتير وسيرور، ما بقاش بزاف الوطني الى حدود الساعه. يلا الله يعاونكم.